مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ واليوتيوب والفيسبوك أقدم لكم هذه الحلقة. فإحنا النهاردة بنقول إحنا بنشد على إيد كل حر وشريف. طيب، في ابتدت تحصل يعني إفاقة في بعض رجال الداخلية وإفاقة في بعض رجال النظام. أمين، نشد على أيديهم، نشد على أيديهم ونقول لهم: متى عدلتم ومتى حققتم الخير والعدل والحق؟ نشد على أيديكم وندعمكم، أما دون هذا فلن يكون. يعني وزير أوف بيتكلم على الفساد في كل المؤسسات، حيظل يتحدث عن الفساد في كل المؤسسات ولن يوقفه أحد. حصل فجوة تغيير، حصل خير، حصل تقدم، حصل إعطاء للحقوق وعدم قمع للبشر. شنشد على أيدي النظام وندعمه. وجه رؤوف النهاردة اللي بيهاجم النظام في بعض الخطوط، عندكم كان ليه فيديوهات بيدعم النظام، هو نفسه كان بيدعم سنة 2000 وكذا، بعد ما اكتشف الحقائق وبعد ما شاف الكوارث ابتدى يهاجم وينتقد النظام. وجيه رؤوف يهاجم النظام للإصلاح ومن أجل بلده، لأن وجيه رؤوف وطني، سواء أراد العملاء أو لم يريدوا، مصر تسري في دماء وجيه رؤوف. الأهرامات وأبو الهول ورمسيس يجرون في دماء وجيه رؤوف. وجيه رؤوف مع وطنه، يدعم وطنه ضد الاحتلال، ويدعم وطنه ضد الغزو التركي أو غيره، ويدعم وطنه ضد الخونة، ولكنه أيضا ينتقد النظام في حالة وجود قصور في النظام، وينتقد القضاء في حالة وجود قصور في القضاء، وينتقد الأمن وينتقد المباحث في حالة وجود قصور في المباحث. ليس كل القضاء فاسدين، ولكن بعضا منهم، ولذلك ننتقد بعض القضاة الفاسدين ولا ننتقد القضاء، لأن هناك قضاء عادلين. ننتقد بعض رجال المباحث وليس كل رجال المباحث، لأن هناك رجال مباحث فاسدين ورجال مباحث شرفاء. ننتقد الأطباء الشرعيين الفاسدين ولا ننتقد الأطباء الشرعيين الشرفاء، لأن هناك أطباء شرعيين شرفاء اتخذت معهم إجراءات وضدهم إجراءات. إذن نحن نقف ضد الفساد وضد المفسدين من أجل مصر حرة، من أجل مصر نظيفة، من أجل مصر متحضرة تحترم حقوق الإنسان. شد على أيدي الشرفاء، أيدي الشرفاء، وأشد على أيدي الشرفاء من رجال الأمن ورجال الداخلية ورجال النظام. أكيد أكيد في كل حتة. أنا تعاملت مع رجال شرطة، تعاملت مع رجال مخابرات، ناس محترمة زي الذهب، ولي أصحاب من الضباط ناس محترمة زي الذهب. زي ما في ناس فاسدة زي ما في ناس خيرة. عشان كده احنا بنقول اهلا وسهلا ومرحبا بكل شريف ومرحبا بكل عادل، وحينما نجد تحرك من الدولة ايجابي نشد على ايدي النظام، ولكن اذا لم نجد تحرك ايجابي سننتقد النظام وسنعارض النظام الى ان تصبح مصر اولا، لان انا والافراد زائلون، اما مصر والحق فسيبقى، مصر والحق سيبقى. دي الجزئية الأولى اللي ليا الشرف إن أنا أقولها. أتنقل للنقطة الثانية اللي هي نقطة الرهبان، ونقطة الرهبان دي أنا عايزكم تكونوا معايا فيها،
لان الكلام اللي هيتقال النهارده من اخطر ما يكون. وزي ما بقول ربنا بيبعت دايما نور، زي ما بعت نور في قضيه رانيا بعت نور كمان في قضيه الرهبان. النهارده انا وقعت على دليل ينسف هذه القضيه من اساسها، ينسف هذه القضيه من اساسها. انا عملت فيديوهات كتير اتكلمت عن براءه الرهبان، اتكلمت عن براءه الرهبان، لكن النهارده انا بتكلم عن براءه الرهبان مش هتكلم عن كل اللي اتكلمت فيه، هتكلم في نقطه واحده بس تنسف القضيه، تنسف القضيه تماما. طبعا كل الكلام اللي قلته قبل كده انا صح، يعني كل الادله اللي انا اتكلمت فيها مظبوطه، انا بضيف دليل مش بنتقص من كلام السابق، لا كلام السابق انا مصمم عليه 100%، وكل اللي اتقال من اعتراف تحت ضغط الكهرباء، ايوه اعترف اشعياء تحت ضغط الكهرباء والتعذيب، وبرضه الراعي فلتاوس تمت عليه ضغوط واتبهدل، اعتراف بعدم وجود محامين، فساد بعيد تاني، فساد خالد عبد الحميد العميد اللي اترقى للواء بعد مقتل الانبا ابي فانوس، فساد خالد عبد الحميد اللي اكبر الراهب اشعياء على الاعتراف. دي حقائق هنكرها؟ هرجع اقول والله انا خايف يحسن يقولوا لي كذا، يحسن يقولوا لي انت بت لا ده مزور، خالد عبد الحميد مزور ميري وملكي وابو حنيفه. لو جبت عند اخواتنا المسلمين يقول لك ميري وملكي وابو حنيفه دي الشعب اللي هم بيؤمنوا بيها، يقول لك ميري وملكي وابو حنيفه ده غلط. وحسبت لكم النهارده ان القضيه دي متزوره ميري وملكي وابو حنيفه. نمشي حته حته مع بعض. سيبكم من كل اللي قلته عن التعذيب خالص. سيبوه خالص. وسيبكم من كل اللي قلته انا عن التقارير الطبيه وتضارب التقارير الطبيه. انا هعتبر ان اشعياء اعترف وان لازم ناخد باعترافه. حلو؟ هنعتبر كده. العاقل، الشخص العاقل يقول لك اه ده اعترف والاعتراف سيد الادله. ماشي يا عم، ماشي يا عم الامور، اعترف وكمان عمل ايه؟ ها؟ مثل الجريمه. مثل الجريمه ازاي؟ اه طلع ومثل انه ضربوا على راسه ضرب ضربات، وانه لما وقع كمان ضربوا على راسه. نجيب الصوره دي، ركزوا معايا في الصوره. اشعياء وجايبين واحد في طول الانبا ابي فانيوس، واشعياء مثل انه ضرب على الراس ضرب ضربات. شايفين الضربه فين يا جماعه؟ ركزوا معايا، الضربه هنا، هنا الحته دي، يعني المفروض الفتح يكون ايه؟ الفتح يكون هنا، تمام؟ ودي هو واقع على الارض لما قالوا له ايه؟ اضرب وهو نايم على الارض، راح ضرب. طيب لو بصينا للضربه دي، اه هو نايم على الارض، هنبص نلاقي ايه؟ هو نايم برضه هنا. طب تعالوا كده بصوا على الفتحة اللي في راس أبونا، أبونا أبي فانوس، الأنبا أبي فانوس، الفتحة بتاعته فين؟ فتحة الراس مش هنا خالص، مش هنا خالص. دي صورته هو ونايم، وشه لقدام وده ظهره. الضربة جاية كده يا جماعة. طيب الضربة جاية كده، يبقى جاية مستعرض مش كده، يبقى التمثيل اللي حصل ده خطأ. نشوف كده الصورة التانية. قال لك الماسورة، ايه الماسورة اللي مع القاضي؟ ايه الماسورة؟ لو ضربت مفروض تيجي الضربة ايه؟ هنا الحتة دي تحت ادي رقبته وهو نايم، لكن دي جاية كده. طيب واللي اكد لك كده عشان بس يعني في ناس ممكن ما تتخيلش كويس لانها مش دارسه طب شرعي، لكن انا دارس طب شرعي ودارس اناتومي ودارس تشريح. لما فحصت الصور اكتشفت ان الضربه جايه مختلفه خالص. ادي وش الانبا ابي فانوس.
وادي الضربه جايه واضح كده هنا اهي، حتى حط له القطن هنا ودقنه تحت اهي، فشعر متلخبط الدنيا طبعا، والضربه جايه من قدام كده اهو، وادي ده قفاه. طيب نبص كده الضربه دي، خلوا بالكم انا مش هنهي الموضوع لان هوصل لكم لحقيقه مش هتتخيلوها يعني. الضربه كده، شايفين الشق ده؟ شق ضربه سطور، كانك انت بتضرب بسطور يعني قطع حاد. هل دي الاداه اللي هم حطوها دي تعمل القطع ده؟ استحاله. استحاله اداه زي دي وبالوزن ده، وده اللي قاله الدكتور في الدكتور ياسر، قال لك استبعد ان الاله دي تكون هي اللي عملت كده، بس يمكن تكون عملت كده. طبعا هم لغوا التقرير بتاعه، لغوا التقرير بتاعه. طيب الضربه دي تيجي من ايه يا جماعه؟ خلينا ماسكين حته حته. الضربه دي تيجي من ايه؟ الضربه دي تيجي من حاجه من اتنين، لانها جايه كده، يا تيجي بضربه توريا كده، توريا من وراه تروح ضربه بتوريا تروح جايه كده، خلوا بالكم من النقطة. أشعية المقاري قصير، ما يقدرش يجيب الضربة فوق لأن هو قصير على الشخص اللي فات. طيب الضربة دي هيعملها إيه؟ يا توريا زي كده، يا بلطة زي كده، يا توريا زي كده، يا بلطة زي كده. معايا؟ ليه؟ لو اتضرب بالتوريا تبقى الضربة جاية من ورا بالتوريا فجت كده ضرب. طيب لو اتضرب بده بالبلطة يبقى ما جاش من ورا، يبقى جه من الجنب وضرب كده، يبقى جاله كده وضرب، أو جاله كده وضرب لكن مش من ورا. طيب اعتراف الراجل ده إن هو ضرب ثلاث ضربات بالورا يعتبر لاغي. ليه يعتبر لاغي؟ يعني انا لو جيت وقلت انا قتلت فلان الفلاني، طب قتلته بايه؟ قلت قتلته بالورقه، انا اعترفت ان انا قتلته بورقه، بورقه، ورقه تعمل كده؟ ما تعملش، يبقى تسقط القضيه. او جبت البالونه فرقعت فيه موتته، البالونه هتفرقع، اهو اعتراف انا قتلته، جبت البالونه فرقعت فيه مات. طب انت يا بعاقل هتصدق ان الورقه تعمل كده؟ انت كعاقل هتصدق ان البالونه تموت واحد بالظبط زي ما قال لك مسكت الماسوره وضربت كده؟ شغل عقلك. هل الماسوره دي تعمل ده يا مسلمين؟ يا مسلمين، هل ماسوره زي دي تعمل فتح زي ده؟ يا مسيحيين، هل ماسورة زي دي تفتح فتح ده؟ يا بوذيين، هل الماسورة دي تفتح الفتح ده؟ لا، ما يحصلش. طيب في مفاجأة ليكم تاني، هي خلص الموضوع ده ما خلصش. بصوا كده، لما تبصوا على الصورة بتاعته تلاقوا في الظهر عند الرقبة نغزة، طعنة وطعنه وطعنه، طعنه وطعنه وطعنه في الرقبه. الطعنه دي يعملها ايه؟ مش هتعملها التوريا، مش هتعملها التوريا، لكن ممكن يعملها ايه؟ يعملها ده. شايفين دي؟ دي ناحيه بلطه ودي ناحية حادة منخز، يبقى هو اتضرب بدي فتحت، واتضرب بالجزء المدبب هنا عملت فتحة لجوه وهنا عملت فتحة لجوه. يبقى الأداة اللي ممكن تكون عملت القصة دي هي دي.
بلطه من قدام عريضه ومنخز من ورا، دي اتضربت فوق فتحت الفتح الكبير وكسرت العظم وطلعت المخ بره، ودي اللي هي التنغيص اللي هنا اللي ورا في الرقبه. طب ده معنى ايه؟ ده معنى ان حتى الاعتراف بتاع وائل سعد زي ما انتوا بتسموه، انا بسميه الراهب اشعري، اعترافه لا يؤخذ به، لان لا يتوافق اعترافه مع الاصابات، ولا يتوافق اعترافه مع الاداء، ولا تتوافق الاداء مع اتجاه الضربه. واحد اتنين تلاته، واحد اتنين تلاته. لو عرضتها على الملحد هيقول لك استحاله، لو عرضتها على المسلم الشريف هيقول لك استحاله، احنا مش ناس عبط. لو عرضتها على المسيحي الشريف النقي اللي بيعرف الحق هيقول لك استحاله. لكن العالم البرابيس ممكن تقول لك بنبله يحصل ده، بنبله او بعسايه او بماسوره. طبعا انا اتمنى ان الكلام ده يوصل للمحامين، يوصل للمحامين. الضربات اختلاف الضربات باختلاف المصدر، اللي فوق دي ببلطة حادة، بلطة حادة شديدة، النغزات اللي في الرقبة حسب الصورة بجزء شارب زي ده بينغس نغس، لأن البلطة بتفتح عريض، لكن النغز ده فدي ضرب بيها فوق وقلبها ضرب تحت. اتجاه الضربة لا يتناسب حسب التقرير وحسب الاعتراف، وقال لك ثلاث ضربات وبس، لا ده أكتر من ثلاث ضربات بكتير، دي كانت معجنة، دي كانت معجنة. يبقى النقطة المهمة، نحن نؤمن ببراءة الراهب أشعري. من كلامكم أنا ماليش، أنا على فكرة أنا مش عشان راهب ولا لي علاقة بأشعية ولا بفلتقوس. أنا لو جبت لي قضية وبصيت فيها رقاصة مقتولة، رقاصة، لا راهب ولا رجل دين ولا رقاصة، رقاصة بترقص ومقتولة، وريتني صور وريتني كذا، أقول لك ده لا يتناسب مع ده. ليه؟ لأن راجل، أنا اديني حقايق، اديني ايفيدنس اقتنع بيها، اقتنع بيها. لكن ما تجيبليش واحد زي ده وتقول لي مقتول وتقول لي لا، او زي ما حصل برضه في ماهر جرجس توفيق، ما تجيبليش واحد طالع وزرقه في عينه من فوق وزرقه في عينه من تحت وعلامات الخنق هنا وتقول لي مات موتة ربنا. ده عندهم مننص بقى، ده عندهم مننص، ومننص ممكن تعديها لك، لكن انا كراجل دارس وبحترم علمي وبحترم الحق لا ما ياكلش معايا، لا ما ياكلش معايا. مش لو قومته ثلاث اربع عيال، والله لو قومت الدوله كلها تقول لي انت غلطان لا يمكن، لان ده علم. مش الجماعه اللي بيتكلموا دايما وبيتقابلوا مع بعض على قهوه الدؤدو، ها؟ عارفين قهوه الدؤدو؟ يقول لك قهوه الدؤدو، قهوه الدؤدو دي اللي انتوا بتقعدوا عليها وتحششوا. الجماعه بقى اللي بيدعوا على ان الرهبان، لا ما هو الغريبه بقى هم مع بعضيهم، الرهبان هم اللي قتلوا ورانيا راحت بمزاجها. يا ولاد يا ولاد الديرتي، يا ولاد الديرتي. دي الجزئية اللي أنا بتكلم فيها وكلمت فيها عن واحد يقول لي ازاي يعني بتقول ان يعني تتهم الشرطة بقى، تتهم أجهزة الدولة وبتدعي عليهم، يا روح أمك. هو أجهزة الدولة ما فيهاش فساد؟ هو أجهزة القضاء ما فيهاش فساد؟ هو ما فيش حد قبل كده اتحكمت عليه أحكام وطلعت مش صح؟ طب نمسك بنت الحلال ربنا يمسيها بالخير، حبيبة، ممثلة حبيبة، اللي الضابط قال لها إن ما اعترفتيش هغتصبك، اتهموها بقتل جوزها القطري، شيخ قطري. بتقول جوزي وانا كنت بعمل تصوير ومعايا تصوير واثبتت بالوقت انها كانت في مكان معين. قالوا لا لا. و الضابط بتاع المباحث برضو قال لها ان ما اعترفتيش هغتصبك، وظبط الورق وستفه بالظبط زي ما ستف كده خالد عبد الحميد الورق بتاع الرهبان، وراحت البنايه واتحكم عليها بالاعدام. ومنتظرة تنفيذ الحكم. يطلع في الآخر إيه؟ يقبضوا على واحد في قضايا فبالمرة راح يعترف
ولقوا معاه الحاجات اللي مسروقة من شقة جوزها، واعترف بأنه قتل جوزها. ده البنية ها، واتحكم عليها بالإعدام وهي بريئة. تبقى تقول لي أضرب تعظيم سلام لأحكام القضاء؟ لا طبعا، مش كل أحكام القضاء، لأن مش كل القضاة فيهم نزاهة. القضاء نزيه بس مش كل القضاء فاسدين، ولا كل القضاة شرفاء. في اللي كده وفي اللي كده وفي اللي بيقبض. وعندكم في الجرايد المصرية اتقبض على قضاة مرتشين. هو جديد، هو جديد. طيب مش دي بس، قضية النائب العام اتهموا فيها شباب واعترفوا، واتفرجنا الشباب هو بيعترف في المكان ارتكاب الجريمة انهم هما اللي قتلوا، وخلاص ودخلوا هيتنفذ عليهم حكم الاعدام. نفاجأ بعد كده ان يتقبض، طبعا الخير بينتصر اللي احنا بنطلبه من عند ربنا، يتقبض على واحد، على مجموعة ارهابية، وهي تعترف بعد القبض عليها فعلا، مجموعة ارهابية تعترف بقتل النائب العام. طب والجماعة طب انتوا اعترفتوا ليه يا جماعة؟ قال لهم بالتعذيب، الكهرباء. الله ما يوريكم، ده لو قالوا لنا اعترفوا بقتل السادات كنا اعترفنا بقتل السادات. اهو اهو. طيب ماشي، روجيني، قصة روجيني ها، عملوا ايه؟ راحوا صفوا خمسة، خمسة صفوه في ميكروباص، قالوا دول اللي قتلوا روجيني، وادعوا عليهم بحاجات وحطوا لهم حاجة. في الآخر اتضح ايه؟ الخمسة دول كانوا أبرياء. يبقى ازاي احنا بقى ما نطالبش بالحق؟ ازاي؟